طبعا برحب بكابتن سامح حسني، وان شاء الله موفق ان شاء الله، وتبقى بدايه خير كده ان شاء الله على حضرتك. يعني انا كان احمد حسن كوكا، هو كان معايا في المدرسه زمان، فكنت بلعب في المدرسه وكده، وهو شافني يعني هناك، كان هو اكبر مني ب3 سنين يعني، فقال لي انا كلمت كابتن بدر رجب وكابتن جمال السيد عليك وكده، وقابلته. المهم قابلته ورحت الاختبارات، ويعني الحمد لله كابتن بدر اختارني من الموجودين، وبقيت مع النادي الاهلي. يعني طبعا اول يوم دخلت في النادي يعني كان يعني دي اكتر فرحه في حياتي طبعا، ان انا بقيت في النادي الاهلي، وان هم اختاروني ان انا العب في النادي الاهلي. دي حاجه كبيره جدا يعني، ناس كتير جدا كان حلمها ان هم يبقوا موجودين في النادي الاهلي في الناشئين، من واحنا صغيرين يعني، ده طموح كل حد يعني، اي حد صغير ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي، دي حاجه كبيره جدا. ف يعني كان يوم جميل جدا طبعا، والحمد لله يعني طبعا مع توفيق ربنا وفقني وبقيت موجود يعني الحمد لله. الحمد لله مرني مدربين كتير جدا، انا مش عايز انسى حد مثلا، بس يعني طبعا كابتن بدر رجب من مدرسه الكوره واحنا صغيرين، كان هو دايما موجود معانا، هو كابتن جمال السيد يعني، هم اللي بادئين معانا، وكابتن امين عرابي، كابتن محمد عماره وقف جنبي كتير جدا في الناشئين يعني، هو ساعدني جدا في حاجات كتيره جدا. الكابتن سامي قمصان كان معانا في الناشئين، الكابتن تامر حفني، الكابتن هشام حنفي، كابتن عماد النحاس، لما ابتدينا نكبر يعني كان ساعدني ووقف جنبي جدا يعني. في طبعا ناس كتير جدا، مش عايز انسى حد، بس يعني الناس دي اثرت في حياتي جدا وساعدوني جدا في اللي انا فيه يعني دلوقتي الحمد لله بعد ربنا. طبعا كانت احسن مواقف طبعا في الناشئين ان 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 انا كل سنه يعني او يعني كل سنه بتصعد مع الفرقه اللي اكبر مني، والعب مع الفرقه اللي اكبر مني، واروح المنتخبات الناشئين اللي اكبر مني بسنتين و3 سنين. دي كانت يعني احسن حاجه طبعا، ان انا بجتهد طبعا في الناشئين وبعمل اللي عليا، وطبعا الباقي كله على ربنا يعني. اول ماتش اهلي والزمالك تقريبا كان عندي 14 سنه او 14 سنه تقريبا او 13 سنه، وكسبنا يعني كل ماتشات الناشئين واحنا صغيرين كسبناها الصراحه يعني الحمد لله، فاحنا متعودين يعني الحمد لله على الموضوع ده يعني. وكان في مكافاه بقى طبعا يعني، مكافاه صغيره كده بس الحمد لله كانت فرحتنا يعني، كانت بالنسبه لي كانت حاجه كبيره جدا طبعا ان انا اكسب ماتش زي ده، وان احنا ناخد مكافاه يعني بالنسبه لنا كانت بتفرحنا جدا يعني. واحنا في الناشئين يعني الحمد لله النادي الاهلي سيستم واحد من الناشئين للفريق الاول يعني، هو سيستم منظومه كلها متكامله يعني، من واحنا صغيرين احنا متعودين ان في اساسيات في النادي، في اول حاجه في احترام يعني، في احترام ده اللي بيدوم دايما في الكوره والفنيات والحاجات دي، ما عندناش حاجه اسمها مركز تاني يعني، احنا من واحنا في الناشئين وعندنا غيره عن النادي، دايما تلاقي اولاد النادي عندهم غيره على التيشيرت اللي هم لابسينه، حاسين بقيمه الفانله يعني، حاسين بقيمه الفانله الحمراء اللي انت لابسها، وبيموتوا نفسهم في كل ماتش في كل تمرينه. فدي الحاجات الصراحه اللي انا خدتها من الناشئين جدا يعني، ان دايما لازم اكسب، ما كانش عندي حاجه اسمها خساره يعني، كل ماتش بلعبه لازم نكسب، كل تقسيمه لازم نكسب، هو ده هدفنا. فالحمد لله يعني هي دي اهم حاجات الواحد خدها من الناشئين. رسالتي طبعا لكل الناشئين الاهلي ان كله يتمرن كويس وينام كويس، وكله يحافظ على نفسه ويهتم بنفسه، دي اهم فتره في الحياه، ان انت مجرد ما بتعدي من الفتره دي ربنا بيكرمك بحاجات تانية كبيره، بس انت لازم تجتهد في الفتره دي جدا، ولازم تعمل اللي عليك جدا، وضحي بحاجات كتير، ضحي بخروجات، ضحي واحرم نفسك من حاجات كتير عشان ربنا بيكرمك بسبب الحاجات دي، وربنا يوفقك دايما.